طبعا كل اللي هيشوف الحين وش ابو مطر مسوي ايه ده، لسه بيقول الحين اللي فيه مباريات. ايوه فيه مباريات، ما ينفع اللي انت تطلع بالسياره بعد فتره طويله الا لما تحمي السياره الاول، صح ولا لا؟ عشان كده بنعمل ايه، عملنا الاحماء بتاعنا الاربع مجموعات، وبعد كده ان شاء الله هنوزع التوزيعات بتاعتنا للمباريات عشان ما حدش يشوف الحاجات دي يقول لك ده هي النهارده هيخلص علينا. اطلع المجموعة التانية. اسرع 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 يا عمر، اسرع يا عمر، اسرع يا عبد الرحمن، اطلع المجموعة التالتة. نفس شغلك الاولاني، هتشتغل ايوه وهتيجي هنا وتغير مع اخويك اللي هناك. احسن يا عزوز، برافو يا اولاد، صح كده، تمام تمام تمام. يبقى احنا اشتغلنا اتنين في واحد، اشتغلنا تدريبين في مجموعه واحده. ها فوق، احسنت احسنت احسنت. بعد ما تخلص اعكس مكانك، اطلع المجموعه الثانيه. احسنت يا عبد الله، احسنت يا ريان، برافو يا عبد المجيد. فوق 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 فوق. ها كمل سيده، لف، هتروح مكان المجموعه اللي هناك بتاعت عبد المجيد. احسنت احسنت احسنت. يلا صح يا عزوز، صح يا سلمان، برافو برافو يا سالم، كويس يا اولاد. اسرع اسرع عزوز، باسل واحده للامام واحده للخلف على الجنب يا باسل، شد شد. يلا سين، برافو يا اولاد برافو يا اولاد. ها باسل، يا الله نايم لسه، طالع راجع من الأجل. الاصفر بدأ يشتغل كويس اهو، واحده يا لعيب يا ابن اللعيبه، جول جول جول، يا نهار ابيض يا سلام. العب العب العب، السهل يا محمد، السهل السهل. ياد يا سلطان، هات انت جول. دوت هيتحسن خلال الاسبوع المقبل ان شاء الله. شفتوا ده برضك من ضمن الاختبارات اللي هو كان مركز في الاختبارات سلمان. يا ابن اللعيبه يا سيمو. جرب قول حلو يا ولد، اشتغل شويه داري، روح يا جو. Yeah.